مجموعه من الناس ولاو كيعرفوا المغرب وكيعرفوا كره القدم الوطنيه من هذا الديربي هذا. نقدر نقول لك هذيك متواجد داخل 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 رقعة الملعب، يعني متواجد في مدرجات في فتره من الفترات. الهاتف ديالي ما سالاش من الرسائل ومن المكالمات من الاصدقاء ديالي في الخليج ولا من اصدقاء في اوروبا، جزائريين توانسه، ما سالاش. كيهنؤوني، مش كيهنؤوني بالانتصار، كيهنؤوني بالمستوى ديال الديربي والمستوى اللي ظهر به الجموع. كلهم عندهم طلب واحد، الا بغينا نحضروا الديربي الجاي اشنو خصنا نديروا. هاد الناس اللي كنعرف انا ديما تنعرفش، كلشي باغي يجي. جمهور العين وفريق العين الاماراتي كلهم كيهنؤوني بانتصار وهنؤوني كانني لاعب فريق الرجاء البيضاوي، كاني باقي تنمارس. وكلهم كيتسالوا كيفاش يقدروا يجيو يحضروا لهاد الاجواء هذه. لدرجه كان عندي نفس الجواب، هو ان هاد الاجواء هذه ما كايناش غير في الديربي، تقدر تجي المقابلات العاديه ديال فريق الرجاء البيضاوي تلقى نفس الاجواء، مقابلات ديال فريق الوداد البيضاوي تلقى نفس الاجواء، لان كما كاينين محبين ديال فريق الرجاء البيضاوي وكاينين محبين ديال فريق الوداد البيضاوي اللي هما اصدقاء ديالي، يجيو في اي مقابله مقابلات ننصحهم يجيو، راه غيلقاو نفس الاجواء من القيمه الكرويه ديالو. سالينا من داكشي ديال الكومبين، سالينا من داكشي ديال اتفاقيه التعادلات، لدرجه ان التاهل كان عن طريق تعادل، ما يمكنش يكون اتفاق وفريق غينهزم. ما كاينش شي فريق عاقل في العالم انه غيتفق على تعادل وغيكون منهزم، غيكون غيتقصى من المنافسه. كنتمنى من الجمهور هذا المنبر، نتمنى من الجمهور يحيدوا هذيك الفكره ديال 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 التعادل. يعني انا صراحه انا بديت الديربيات في 2002، من 2002 ل 2012 كما تنقولوا حنا بالدارجه العاميه ديالها، الدارجه العاميه ديالنا سيكو اقسم بالله العلي العظيم الا ما عمر شي مسؤول جا عندنا وطالبنا نديروا التعادل. كنقول لك من 2000، من الفتره اللي صايرت فيها انا فريق الرجاء البيضاوي، من 2002 حتى 2011 ما عمر شي واحد جا. الديربيات اللي كانوا كيداروا قبل كنت كنسمع اللاعبين كيهضروا عليهم، لا راه خصنا نربحوا، راه شتي اش داروا لينا في الديربي اللي فات، لا راه خصنا نربحوا باش نزكيو النتيجه ديال الديربي اللي فات. يعني حتى الديربيات اللي كانوا قبل ما كانش فيهم هاد الكومبين كما تيقولوا هما هاد الكومبين. جا هاد الديربي هذا اكد ان ما كاينش كومبين في كره القدم في الديربيات. التعادل وارد، يقدر يكون من الخوف ديال المدربين، يقدر يكون من الحرص ديال المدربين الزائد، لان الاقاله كتسناه في الجهه الاخرى كما تنقول حنا في الدوره كتسناه. الا كانت شي اقاله لا قدر الله، الا كانت شي خساره لا قدر الله للفريقين بجوج، كرويا كان المستوى ديالو مرتفع الحمد لله، كان المستوى ديالو مرتفع. ما غنهضرش على 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 الجمهور، لان ما غاديش نوفي حقه، ما غنوفيش داكشي اللي دار، داكشي اللي دار فوق الخيال، ما كيتصورش تيفوهات بهذيك الطريقه، هزيج طريقه الاحتفالات، التفاعل ديال الجمهور مع نتيجه المقابله او نتائج المقابله، لان كانوا فيها مجموعه من نتائج المقابله المتقلبه بين تعادل انتصار هذا الفريق وانهزام الفريق الاخر، ومن بعد كيجي داك التعادل بهذيك الطريقه الدراماتيكيه. فالتفاعل ديال الجمهورين معا، الجمهور الرجاء البيضاوي والجمهور الفريق البيضاوي، نقدر اللي ما عليا الا نقول لهم شكرا على هذاك الشيء اللي عطاونا، على هذاك المنتوج اللي عطاونا. من الناحيه الكرويه راه كشي مرتفع، الدليل هو ان محسن كان في التشكيله المثاليه ديال العالم الاسبوع، ما عرفتش اش من احد المواقع، لانه كان بارمي لي اون لي ميور 11 وموند اللي كانوا محسن متولي. الا ما كانش النيفو ديال الديربي مرتفع، ما كانش محسن غيتختار بالمقابله الكبيره اللي دار كقائد ولا كلاعب داخل الارض ولا كبرود الدم اللي عنده، انه يسجل بانيل كا وانت خاسر ب3-2 وتسجل بانيل كا، يا اما ترجع في المقابله يا اما تغرق فرقتك ودير بانيل كا. خصك تكون لاعب كبير واحد الدرجه ما كتصورش، يكون عندك وما يكونش عندك الدم كاع، ماشي بارد، دمك ما خصوش يكون عندك. بالقياده المتميزه ديال جمال السلامي ويوسف السفري وهشام بوشروان، دكه البدلاء، الاطوار المقابله، البروده ديالهم، كما قلت في احد التصريحات انهم ملي تمارك البيت رابع ما رجعوش لدكه البدلاء وريحوا وبقاو كانهم متفرجين يتسناو غير المقابله امتى تخسر. لا، بقاو مآمنين، بقاو كينصحوا في اللاعبين، داروا تغييرات اللي عطات الثمار ديالها، الجمهور عاون من برا، هاد العوامل كامله خلات ان الديربي ظهر بالمستوى الحقيقي ديال الديربي. الا قلنا الديربي كانت القيمه الكرويه داخل مركب محمد الخامس لا في المدرجات لا لتحت، كانت بقيمه الديربي. هنا فين كان الديربي عنده قيمه، هنا فين كان كما نقولوا ديربي كما تنقولوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.